ويلكم باك اجين، لي مي ستارت. النهارده يا جماعه هقول لك ببساطه معنى ابوستروف اس او معنى الاختصارات للاس. ركز معايا، الاختصار بتاعت ابوستروف اس، وبالمناسبه مش ما اسمهاش ابوستروف، اسمها ابوستروفي. ابوستروفي بس عشان بيقولها بسرعه ما بتاخدش بالك منها. اول حاجه خد معايا معاني الابوستروف اس او معنى الاختصار بالاس من خلال الامثله اللي هقولها لحضرتك. هيز جود، يبقى هي از جود، از بمعنى يكون. هي از ا كار، يبقى هو يمتلك سياره، يبقى ابوستروف هيز بمعنى هاز او بمعنى يمتلك هنا. طيب هيز بلايد فوتبول، لا هنا برضو دي هاز بمعنى يمتلك بس جايه فعل مساعد لان جاي وراها باست بارتيسيبل او تصريف ثالث. وبرضو لو قلت هيز جون تو سكول، برضه يا جماعه هيز جون تو سكول هاز هنا او الابوستروف اس هنا اختصار لهاز بس مش جايب معنى يمتلك، ده فعل مساعد في زمن البريزنت بيرفكت. المضارع التام ان جون ده الباست بارتيسيبل من جو، جو وينت جون. اتس اوكي اتس اوكي. طب بص اللي جايه دي بقى، اتس اليز كار، الابوستروف اس الاولانيه ده از بمعنى يكون، اما الابوستروف اس الثانيه دي اس الملكيه يعني سياره علي، يعني هي تكون سياره علي. اخر حاجه بقى من غير تعقيد كده، ليتس بلاي، يعني هيا بينا يلا بينا نلعب. اما الابوستروف اس هنا يا مستر معنى ايه؟ معنى ليت اس، يعني دعنا، دعنا نحن. اس دوت ضمير المفعول اللي هو بيبدا من نقول وي، نقول اور، نقول اس، يعني هيلب اس، جيب اس، اعطينا، ساعدنا. لكن ليتس يعني هنا معناه دعنا او هيا بنا، واصل الابوستروف اس يو اس اس اللي هي خاصه بنحن. نتمنى at the end of our video to understand everything I have just said. See you later. Goodbye everybody.